إطار عمل النقابة العامة لطب الأسنان من خلال دورها في تنسيق وتنظيم البرامج والملتقيات العلمية، انطلقت بقاعة المؤتمرات بكلية الدعوة الإسلامية بطرابلس فعاليات المنتدى العلمي الأول لجراحة وزراعة الأسنان، وذلك بمشاركة أكثر من 140 طبيب مختص. وإن شاء الله تكون هذه نقلة نوعية جدا في عالم زراعة الأسنان في ليبيا، اللي فعلا نقدر نقولك واكبنا العالم الأول، وإن شاء الله مش هيسبقونا في شيء، لأن هذه آخر تقنية في العالم كله، أحدث تقنية، والحمد لله أن نكون يعني من الناس اللي ساهمت في إدخال هذه التقنية، والدكاترة اللي جوا من جميع أنحاء ليبيا فعلا مشكورين، وهذا دليل على حرص تتبع العلم، وإن إحنا بإذن الله نسعى أن يكون طب الأسنان في ليبيا موازي لأي طب في العالم كله. بالنسبة لبعض العلوم زي علوم زراعة الأسنان أصبح في تسارع في الطرق العلاج، تكنيك المواد، التسارع حتى في أنواع الأجهزة اللي نستعملوها في الجراحة، أنواع المواد الحديثة اللي إحنا بدنا نستعمل فيها، أشكال الزرعات، فهذا كله يعني يحتاج أن يكون دائما فيه أيام علمية أو منتديات علمية بحيث أن الواحد يبدأ دائما أبديتد. المنتدى العلمي وحسب القائمين عليه أكدوا أنه سيتم إجراء عمليات جراحية في طب الأسنان تقام لأول مرة في البلاد، وذلك بتقنيات حديثة يسبقها تشخيص الحالة والخطة العلاجية الموضوعة. كما تركز على الاستماع إلى 10 محاضرات في مجال طب الأسنان الحديث من قبل أطباء مختصين وأساتذة وباحثين من مختلف أنحاء البلاد، واتسمت بالمستوى العلمي الرفيع والتحليل العلمي العميق. طبعا هو ملتقى علمي 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 بخصوص معالجة بعض شنو فيه من طرق لمعالجة بعض الصعوبات في زراعة الأسنان، لأن مش كل الناس بسهولة تقدر تزرع لهم، فشن فيه من خيارات في الزراعة تحل المشكلة هذه. فهذا الغرض منا تناول هذا الموضوع، وحيستمر الملتقى هذا 3 أيام، حيكون فيه الشغل على المرضى، وحيكون فيه تقديم حلول للمرضى اللي ما نقولهمش حلول، خاصة اللي يبدأ عندهم العظم دايب. هذا المنتدى غير تقليدي، غير المنتديات اللي هي تكون في محاضرة فقط. المنتدى هذا في اليوم الثاني والثالث حتكون فيه عمليات جراحية لتقنيات حتكون لأول مرة في ليبيا يعرفها الأطباء الجراحين في مجال زراعة وجراحة الأسنان. هذه التقنيات حتفتح وتساعد في مجال زراعة الأسنان، تسهل لكثير من الأطباء إجراء عمليات كانت معقدة، وتسهيل وتبسيط عملية الزراعة اللي كانت ممكن قد ترافقها آلام أو عوارض جانبية بعد الزراعة. وأشاد القائمون على المنتدى بالقفزة المهمة التي حققتها النقابة العامة لطب الأسنان على طريق المنافسة العالمية، مشيرين إلى أن إدخال أحدث التقنيات العالمية يؤكد مواكبة النقابة للمستجدات العالمية في سبيل تقديم خدمة طبية مميزة وتوفير رعاية صحية بشكل مرضي وجيد للمريض.